مادي ببلوغين بمباراة أتلتيك بارادو أمام مولودية الجزائر كان في هذه الظروف الصعبة وفوضى تنظيمية على طول الخط. مدرجات ملعب عمر حمادي لم تتسع لأنصار المولودية الذين تنقلوا بأعداد كبيرة من أجل مساندة فريقهم رغم التعثر بالمباراة السابقة أمام أمل عين ميلان. بداية محتشمة من جانب عناصر المولودية رغم التغييرات الكثيرة التي قام بها كازوني، أما شبان أتلتيك بارادو فرفعوا التحدي منذ البداية وهددوا مرمى الحارس شعر. تغييرات أيضا في تشكيلة الأتلتيك بسبب تسريح العديد من الركائز وهي سياسة الأتلتيك بطبيعة الحال. فريوي حاول ولكن بدون تركيز في هذه الكرة والفرصة الثانية في المباراة لفريق مولودية الجزائر. خطأ فادح في دفاع المولودية يتقاسم كل من شعال ومحور الدفاع أيضا اللاعب والمهاجم الواعد قناوي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لأتلتيك بارادو. الأتلتيك كان بإمكانه أن يضيف الثاني لولا تألق الحارس شعال الذي تصدى لهذه الكرة القوية. المولودية حاولت أن تعدل عن طريق التراجع ولكن الحظ لم يسعفه في هذه الكرة. المولودية في الشوط الثاني رمت بكل ثقلها في الهجوم، طالبت بضربة جزاء، عابد شارف لم يعلن عنها ولكن المخالفة جاءت بالخبر الصار وهدف التعادل للمولودية عن طريق قلب الهجوم. فريوي ارتقى فوق الجميع في القائمة الثانية وعدل النتيجة. فرحة أنصار المولودية في المنعرج كانت بهذه الطريقة. منعرج المباراة كانت في هذه اللقطة قناوي ينفرد يسدد يضيع ويضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. فرصة حفزت عناصر المولودية التي قامت بسلسلة من الهجمات. بن ألجية يعبث بدفاع أتلتيك بارادو والحظ لم يحالفه في هذه الكرة. جمهور المولودية شعر بأن الهدف الثاني قريب فقدم هذا الدعم الكبير وجاء الهدف الثاني بعد هذه المحاولة وهذه التسديدة وهذا التألق للحارس مساوي. جاءت أو بالأحرى جاء هذا النسج الكروي الثلاثي الرباعي. الخاتمة كانت من الوافد الجديد شافي الذي يضيف الهدف الثاني للمولودية، هدف الفوز والانتصار الأول للمولودية هذا الموسم. الاحتفال هكذا من اللاعبين، أما فيما يسمى بين قوسين بالمنصة الشرفية فكان هكذا. فوضى عارمة وسلوك لا يليق بسمعة من يجلس في هذا المكان. المولودية بعد ذلك كان بإمكانها تضيف الثالث، استحوذت على الكرة، خلقت الفرص. أتلتيك تأثر من تضييعه لفرصة إضافة الهدف الثاني. وقعت المولودية ودعم أنصارها وإصرارها على الفوز صنع الفارق، وشبان الأتلتيك يواصلون التألق تدريجيا.